نجمة تيفي قريبة منكم مضوية في عيونكم. اللي كيخص بالاستعدادات الحمد لله كنا اون اسبان درنا دي تورنوا سور تير باتو افيك دو تري بون جوور. جينا اون سيمين افون باش نلعبوا في مراكش دون لي كونديسيون اللي غنلعبوا فيهم فوندردي. دونك لعبنا ماستر سور بلاس دونك لي جوور الحمد لله واجدين فيزيكمون مونتالمون دونك مستعدين باش نواجهوا الفيتنام ان شاء الله بواحد الروح القتاليه وان شاء الله نجيبوا هاد لا فيكتوار للمغرب ان شاء الله سامدي. فوالا كلمات شكر نجمة تيفي اللي عطاتنا هذه الفرصه باش نتكلموا على كاس ديفيس وعلى النادي الملكي اللي كينظم هذه التظاهره. فما يخفاش عليكم بانه الان النادي الملكي ماشي في التظاهره الاولى ديالو في تنظيم كاس ديفيس. فنظمنا كاس ديفيس عده مرات، الجامعه الملكيه المغربيه للتنس الحمد لله دارت في النادي الملكي ثقه كبيره منذ سنوات. الان كل ما كانت مقابله ديال كاس ديفيس فتعطيها النادي الملكي لحسن التنظيم. فكي تنقول ديما اذا كانت تظاهره منظمه النادي الملكي ما فهو ماشي النادي الملكي اللي منظم التظاهره. فمدينة مراكش كلها هي اللي منظمه التظاهره لانه تلقوا بجنبنا في الاستعدادات ديال التنظيم، تلقوا بجنبنا جميع السلطات المحليه والمنتخبون اللي ما تيبخلوا عندنا بوالو في الحقيقه، وهذا اللي تيساعدنا باش ننجحوا هذه التظاهرات. هذا ما جعل الجامعه في شخصي فيصل العريش رئيس الجامعه اي تظاهره كانت فتيعطيها النادي الملكي لانه كان حسن التنظيم. فاستعدادات استعدنا قبل واحد الشهر هذا واستقبلنا السيد الولي ودرنا برنامج مع السيد الولي اللي عطى ساعدنا بكل ما هو في جهده باش يكون حسن التنظيم. ففيما يخص اللاعبين المغاربه فكاينين اللاعبين اللي تكلموا عليهم الناس ديال الصحافه قبيله، لاعبين قدام كاللاعب لامين مهاب كاللاعب اللاعبين الاخرين، ولكن المشكل عندنا هو كاين جون عندنا من النادي الملكي اللي هو عيسى بن شقرون اللي هو في الاحتياط، وهذا شرف شرف كبير ليه باش يحضر مع المنتخب الوطني وشرف النادي الملكي. هذا ما اللاعبين الاخرين فكاينين اللاعب مندير ادم اللي هو قادم من سويسرا وتيدرب في سويسرا، ولكن كاين لاعبين شباب اللي هما عندهم كلاسمون مزيان وتيلعبوا مزيان، ولكن المشكل كي قلت هو هاد اللاعبين ملي توصل واحد لاج ديال 18 عام فكلهم تيمشيو لا بليبار تيتبعوا الدراسه ديالهم. نجمة تيفي قريبه منكم مضويه في عيونكم.